هذا الفيكتور فيتاس انيسيال عنده كومبوزونت اكس وكومبوزونت واي، ليه عم نسميه فيكتور فيتاس انيسيال في اي؟ لانه بعد شوي الموبيل لما بيتحرك على التراجكتوار الفيكتور فيتاس بيتغير، فبيصير الفيكتور فيتاس ان انستانتي ديفيرون. كيف انا بالكور انه بلاقي الفي اكس اي؟ فكوسينس للألفا ده اف وكوسينس الفي. الألفا. تمام، انتوا سميتوا مثلا هاي الانجل لنقول الفا ايجال 30 ديجري، لكن بيطلع الفيكتور فيتاس كلياته ضرب الكوسينوس تبع الالفا، وال الفي اي ايجريك بتطلع هي الموديل للفيكتور كلياته سينس ضرب شو؟ ضرب ضرب سينوس للفيكتور الفا. قلت كمان في قاعده ثانيه فيكم تعملوها انتوا، يعني قاعده هي نقدر نطلع ال في اكس نعمل في اف وسينس للبيتا. على الايجريك. نحن قلت اذا سميت انا هيدا الانجل اللي هون الكومبليمونتير تبع الالفا، اذا سميت هالانجل هيدا من هون لهون بيتا، ساعتها فيني اقول انا او بتساوي شو؟ كمان بتساوي في اي ضرب شو؟ ضرب الكوسينوس تبع شو؟ تبع البيتا. يعني انتم فيكم تعتمدوا قاعده هلا من هلا ورايح، بس يكون عندكم فيكتور وعندكم عكس، سواء اكس دي زيكس ولا اكس دي زيجريك. اذا بتعرف الانجل بين الفيكتور وبين الاكس دائما بتضرب بشو؟ بتضرب بالكوسينوس تبع شو؟ تبع هيدا الانجل. طيب هلا انا بعرف الفيكتور وبعرف الاكس دي زيجريك، تمام؟ اذا هيدا الاكس دي زيكس ما هو موجود على رسم التسميات، وهيدا الاكس دي زيجريك، الانجل بين الفيكتور والاكس دي زيجريك هو بيتا، ففيني اضرب دغري الموديل للفيكتور بشو؟ بالكوسينوس تبع البيتا. الالفا والبيتا هن كومبلمنتير، فالسينوس والكوسينوس هن بيكونوا شو؟ بيكونوا ايجو. يلا تعال نعمل رامبلاسمون نيميريك. عندي الفيتاس انيسيال كموديل قديش بتساوي؟ بتساوي 30 متر بار سكوند، تمام؟ ضرب شو؟ ضرب الكوسينوس تبع الانجل اللي هو قديش؟ كوسينوس 30 دغري اللي هو راديكال دو 3 سور 2، صح ولا لا؟ يطلع كان زي قال تروى اذا بيطلع عندي 15 راديكال دو 3 متر كوا بار سكوند. اما بالنسبه للثاني، بالنسبه للكومبوزونت الثانيه، حيطلع عندي يا اما سينوس 30 او كوسينوس 60 هي ذاتها، اللي هي الفالور تبعتها قديش بتساوي؟ نص، بتساوي 0.5، تمام؟ اذا حيطلع عندي هون بين الحاله هيدي جانس 30 متر بار سكوند فوا كوا فوا 0.5، جانس يعني حيطلع عندي 15 متر بار كوا بار سكوند. طب سؤال هيك معلش استطراري، اي كومبوزونت اكبر، الكومبوزونت اكس ولا الكومبوزونت اي؟ ليكس الاكس اكبر، ليه؟ لانه راديكال دو تروا هي 1.7، صح ولا لا؟ اذا عندك انت صح. 15 وعندك 15 فوا 1.7 فهي حتطلع اكبر. على كل حال فيك تجيبها كديسيمال، يعني انه من هالشغله 15 راديكال دو تروا بيطلع معي الجواب تقريبا 26 متر بار سكوند، ابروكسيماتيفمون ايتيغال اكوا، تقريبا هيدي بتطلع بتساوي 26 متر بار سكوند. طيب يا جماعه الخير، ليش الظل على الاكس دي زيكس اكبر؟ بهيدي اللحظه، تمام، بهيدا الفريم، بهيدا الايكرون، ايه عم تطلع عندي البي اكس اكبر في من البي اكس اكبر ايجريك. من في اجريك الان. تمام، لانه بكل بساطه الزاويه بين الفيكتور وبين الاكس دي زيكس ضيقه، اما الزاويه بين الفيكتور وبين الاكس دي زيجريك اكبر. يعني انت هون قديش عندك؟ هون عندك 60 درجه، هون قديش عندك؟ 60 30 درجه. و30 فاكبر الظل هون شو يكون؟ اطول من الظل وين؟ على الجهه الثانيه. اذا اكبر من بين الفي اكس اكبر من شو؟ من الفي ايجريك. موفون دان بروجيكتيل، حركه المقذوفات، اذا ضربنا مثلا نحن بروجكتيل بديركسيون اوريزونتال وفي بروجكتيل تاني او اوبجي تاني عملنا له بنفس اللحظه ريليزمان، يعني او تركناه ينزل من فيتاس انيسيال بتساوي زيرو، شتلي تركناه تمام، فبيعمل شوت ليبر فيرتيكال. قلنا الموفون تبع البروجكتيل والاوبجي اللي عم يعمل شوت ليبر اثنيناتهم الموفمون فيرتيكال طبعا شو بيكونوا؟ بيكونوا ايدنتيك. يعني نحن البروجكتيل بيقرب لقدام وبينزل نزول لتحت بشكل انه اذا بتاخذ باي بوزيشن اللي كان، تمام، البوزيشن تبع او باي موقع اللي كان البوزيشن تبع البروجكتيل، بتلاقي دايما هي كوانسيدون مع مين؟ مع الاوبجي اللي عم يعمل شو؟ اللي عم يعمل شوت ليبر. بعثت لكم انا كذا فيديو على التيمز وعلى هذا الواتساب، في واحد منهم بحط طابتين، وحده منهم بتنزل شوت ليبر والثاني بينقفها لقدام، وبتشوفوا انه شو بيعملوا بهالحاله هيدي؟ اثنيناتهم بيخبطوا الارض بنفس الوقت. Thank you.
اذا الموفمون فيرتيكال للبروجكتيل للاوبجي اون شيت ليف بيكونوا شو بيكونوا ايدنتيك. ماشي يا جماعه، خلينا نفوت اكثر واكثر بالاناليز تبع الموفمون استاذ ياسر، سؤال. قول تفضل. يعني الاكسان نحن بنرسمه انه الاول واحد هو شوت ليبر والتاني واحد انه عزاز لو ما كان في جرافيتي. 100%. هلا كمان حنشوف الاكواسيون ماتيماتيك كيف رح تتعالج المساله اكثر. طيب يا جماعه يلا نعمل ايتيود دو موفمون دون كودان بروجكتيل. مين الفرصه الوحيده اللي عم تاثر على حركه البروجكتيل؟ بريزونتور الفورس لو البيزونتر، بوا لا بوا، اللي هو بريزونتور تمام، اللي بنعمل له كالكول عن طريق اي ايكواسيون بي اي بيغال اكوا ام فوا لاكسلراسيون دو ام روتيشن فوجر. ام فوا جي. اذا جينا نطبق الريلاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك او الدوزيام لوا دو نيوتن، شو بيطلع عندي؟ سوم للفورس اكستيريور ايتيغال اكوا ايتيغال ماس فوا اكسلراسيون، ولكن الفورس الوحيده بما انه ما عندي فورس ريزونتير هي الفورس بيزونتر، لكن صار عندي البوا بيساوي مين؟ الام فوا. او اذا بدكم الام اوف جي بتساوي شو؟ بتساوي الام اوف واي. بعمل سامبليفيكاسيون بار ام قبل وبعد الايجال بيطلع عندي الاكسلراسيون ايتيغال اكوا ايتيغال اجي. اذا عندي الاكسلراسيون اللي عم يخضع لها البروجكتيل خلال الموفمون تبعه هي شو؟ هي الجي. حنسمي هيدي الايكواسيون لانه انا بحاجه لها لاحقا فيما بعد، حسميها الايكواسيون نيميرو 1. على الرسمه شوفوا كيف بتصير الكونفيجوراسيون. هيدا البلان، تمام، هيدا البلان يلي عم بتصير فيه الموفون دي بروجكتيل. طيب شو اسمه هذا البلان؟ هذا البلان اسمه اكس او ايجريك. لا اسمه اكس او ايجريك لانه يحتوي على اثنين اكس او اثنين دروات اللي هن الاو اكس والاو ايجريك. طيب في شغله ثانيه، هذا البلان شو بيحتوي كمان؟ بيحتوي الفيكتور فيتاس انيسيال الفي اي او الفي زيرو اللي انا بعمل فيها لانسومون للبروجكتيل. يعني بدك تخيل كانه مع هي شاشة الكمبيوتر أو شاشة التليفون قدامك وأنت معك قلم، هيدا القلم وين موجود؟ موجود على صفحة الشاشة، تمام؟ موجود عليها، منه عامل أي أنجل معه، هو قاعد بقلب هيدا القلم. إذا الفيكتور فيتاس إنيسيال تبع البروجكتيل موجود بالبلان إكس أو إيجريك. هذا البلان بيكون فيرتيكال، ليه؟ لأنه أنا عندي الأو إكس أوريزونتال والأو إيجريك شو بتكون؟ بتكون فيرتيكال. إذا نحن بندرس الحركة دائما بالبلان فيرتيكال إكس أو إيجريك qui contient le vecteur vitesse initiale V0 أو VI de quoi du projectile. لما يتحرك البروجكتيل ناقشنا ليش بتطلع التراجكتوار كور بهيدي الشكل. طبعا لو ما في جاذبيه شو بيعمل البروجكتيل؟ بكمل اون موفمون ريكتيلين يونيفورم نفس بهذا الشكل بنفس الفيتاس بنفس الديريكسيون. ولكن لانه في قوه الجاذبيه في الفورس بوزونتير عليه، فشو بيصير بيعمل؟ هو طالع بيصير شو بيعمل؟ بتخف. ببطئ، بيوصل لصمة معينة ببطل يطلع، خلص بيخسر كل السرعة العمودية تبعيته، كل الفي ايجريك تبعيته بعدين بيخسرها، بيرجع بيتسارع. بصير بيقلب وشو بيعمله؟ بيصير بيتسارع بالنزول. إذا هيدا هو السبب إنه عندي هالتراجكتوار كيرفيلين بدل ما عندي تراجكتوار ريكتيلين. فهلا شو بدنا نعمل بهالايكواسيون؟ مين بيقول لي؟ شو الطريق اللي بدي أكمله هلا؟ هالايكواسيون A إيجال جي. شو بدنا نحسب؟ بدنا نعمل لها بروجيكسيون على الايجريك والاكس. حلو، السؤال اللي انطرح شو بدنا نحسب؟ شو بدنا نعمل؟ طبعا انا بدي اطلع الايكواسيون دي موفمون دي بروجكتيل لاقدر مثلا احسب شو هو شكل التراجكتوار تبعه، لحتى احسب مثلا شو هي سرعته بلحظه معينه، لحتى احسب مثلا الوقت اللي بيلزمه ليوصل مثلا للحد الاقصى او الارتفاع الاقصى تبعه للسمه. كل هول مثل ما شفنا نحن بالمقدمه اللي عملناها بالبارتي ان من الكور بالشابتر 8 انه انا بحاجه للايكواسيون اورير دو موفمون، المعادلات الزمنيه تبعون شو تبعون الحركه، كيف بنحصل عليهم؟ طيب هات لنشوف يا شباب. مع الاكسلراسيون الحركه ممكن احكي عنها بشو؟ اوصفها بشو؟ بالاكسلراسيون. بكمان شو الترم الثاني ممكن استعمله لاوصف الحركه؟ الفيتاس. الفيتاس. او شو ممكن استعمل ترم ثاني لاوصف الحركه لحدد الحركه؟ الموقع، صح ولا لا؟ وإضافة للوقت. تمام. طيب كيف ممكن أنا أطلع من الأكسلراسيون أرجع أرجع من الأكسلراسيون للفيتاس؟ V equal A T plus V zero. يعني بدي أعمل شو؟ بدي أعمل بريميتيف. وكيف بدي أرجع أنا من الفيتاس للبوزيسيون كمان بدي أعمل بريميتيف. بس انتبهوا لشغلة، هلا ما عاد هيدا موفمون ريكتيليني، تمام، فاريي، ما عاد هيدا موفمون ريكتيلين، هيدا موفمون أدو ديمونسيون. يعني اذا بتطلع على التراجكتوار بتشوفوا التراجكتوار سي كوا؟ سي تون كورب. اذا انا مثل ما قلت يا مجد، لكن انا بحاجه اني اعمل بروجكسيون مره على الاكس دي اكس ومره على الاكس دي كوا دي زيجريك. الاكسلراسيون شايفينها اي ايجال جي. لما نجي نعمل لها اسقاط على الاكس دي اكس لهيدي الاكسلراسيون شو حتطلع على البروجكسيون تبعيتها؟ لورسك جو. طيب
شو السبب؟ لانه كيف الديركسيون تبعت الجي هي فيرتيكال، صح ولا لا؟ فلما نجي نعمل اسقاط نحن هون للاكسلراسيون حيطلع تعمل عندي شو؟ عقد الرواح. حيطلع عندي ان بوان، وبالتالي الكومبوزونت عقد الرواح. للاكسلراسيون على الاكس دي زيكس سي كوا؟ سي تيغال ا زيرو. اما معك ام ار اي. تمام، ام ار يو على الاكس دي زيكس. اما اذا بيجي انا بعمل هلا بروجيكسيون للاكسلراسيون على الاكس دي زيكريك على الاكس فيرتيكال، تمام، شو بده يطلع عندي؟ كمان بده يطلع يطلع كمان 10. بوان لا منا بوان ليك ليك انتي بارالل علي بيطلع اللي هي على عكس 10. زيك قدها اها بس على عكس بتطلع قد زجرك شكله perpendicular. 100%. اذا بتطلع شو بارالل، اذا هي البروجيكسيون بده يطلعوا نفس الطول، صح ولا لا؟ ولكن تطلع على الايجريك بوزيتيف وتطلع على الاكسلراسيون ديريكسيون تبعتها والسانس تبعها، بيطلع ناقص سانس تبعها 10 لتات، فبده يطلع عندك الا ايجريك بهالحاله هيدي هون. يعني اذا من ورا هيدي الرسمه عم بيطلع عندي الا ايجريك بيساوي ناقص 10 متر بالثانيه مربع. اذا انا هلا من هيدي السلايد مزود بشغلتين، بانه اي اكس ايجال زيرو واي ايجريك ايجال 1 ديس متر بار سكون كاري. تعالوا نروح على الكالكول. يلا يا جماعه، اذا انا شو عندي؟ بدي اعمل بروجيكسيون للايكواسيون نيميرو 1. شو هي الايكواسيون نيميرو 1 اللي تكون انها مهمه؟ اللي بتقول ا ايجال كوا؟ ما ا ايجال اجي ايجال ا ايجال جي. اذا الاكسلراسيون، الاكسلراسيون دي بروجيكتيل سي لا ميم كو الاكسلراسيون دي بريزونتور. شفنا انه انا شو عندي هون؟ عندي اكس وعندي ايجريك، هيدا الاكس وهيدا الايجريك، وعندي الاكسلراسيون فيرتيكال فير لو با. فلما نعملها بروجيكسيون هون عم تطلع عندي الاكس ايجال زيرو. اما لما انا عم اعمل بروجكسيون على الاكس دي زيجريك عم تطلع الا اي جريك قد الا ابدا، ولكن شو؟ ولكن نزول، عم تطلع عندي الا الاوبوزيت اي جريك يتقال اكو ا اي تقال ام وان جي، يعني موان ديس متر بار كوا بار سكون كاري. طيب اسمعوا يا جماعه، لما تكون الاكسلراسيون على الاكس دي زيكس اي نول، طبعا الاكس دي زيكس سي كوا؟ سي تان اكس، يعني سي تون ليني دروات. اذا ما في تسارع على الاكس دي زيكس، معناتها جي ان موفمون ريكتي ليني يونيفورم سيفون كوا؟ سيفون الاكس دي زيكس. اما على الاكس دي زيكريك عندي الاكسلراسيون، شو بتساوي الاكسلراسيون؟ بتساوي كونستانت، بصير معناتها ان موفمون ريكتيلين، اصلا هو ريكتيلين لانه عم تصير عندي الحركه على اكس، يعني على خط مستقيم، ولكن بتسارع ثابت. اذا موفمون ريكتيلين يونيفورم ما فاريي. لا دائما بكتب فاريي لانه مشان كون عم بكتب الكاجي ضروري يكون محتاط. شو يعني فاريي؟ يعني الفيتاس شو بيصير فيها مع ممكن الوقت؟ يقل وممكن يزيد تمام، بتغير. تمام. اذا انا ضربت بروجكتيل مثلا بهيدا الشكل، ضربته بفوق فوق الاوريزونتال، اذا اعطيته فيتاس انيسيال بهيدا الشكل، تمام، هو طالع على بروجكتيل الفي ايجريك تبعيته، الفي ايجريك تبعيته حتقل، هو نازل شو بتعمل؟ بتزيد. تخيل انت هلا عندك هون جبل وضربت بروجكتيل بهيدي الطريقه، اعطيته فيتاس انيسيال بهيدي الطريقه، مباشره شو راح يصير بالفي ايجريك تبعيته؟ دغري راح تزيد. اذا هون عندي الموفمون باول فاز هو ريتاردي، هون دغري الموفمون شو راح يكون؟ حيكون اكسلري، مشان هيك انا بكتب فاريي مشان يكون انا محتاط. كنا لكن بهيدي السلايد نحن كنا عم نقول انه الاكسلريسيون اكس بتساوي زيرو والاكسلريسيون ايجريك هي بتساوي موان ديس متر بار سكون كاري. اذا هون عندي موفمون ريكتيل يونيفورم سويفون لاكس دي زيكس، هون عندي موفمون ريكتيل يونيفورم فاريي سويفون كوا؟ سويفون لاكس دي زيكريك. So here's the golf ball. I'm going to fire the gun now. Close. Close. Perhaps it would help if we give it a little bit of leeway. There goes the gun. Here comes the ball. And this is just in case. Tape it down. So as I'm going to push this now, give it a push, the gun will be triggered when the middle of the car is here. You've seen how high that ball goes, so that ball will go. And depending upon how hard I push it, they may meet here or they may meet there. You ready for this? You ready? I'm ready. Physics works. See you Wednesday. اسمعوا يا جماعه، هلا انا شو بدي اعمل؟ بدي انتقل من الاكسلراسيون للفيتاس. الاكسلراسيون اكس هي زيرو، معناتها شو بتساوي الفي اكس تلقائيا؟ كونستانت. بتساوي كونستانت لانه البريميتيف لا ما لزيرو شو بتاثر بتساوي؟ عليا.
البريميتيف للزيرو هي كونستانت، تمام؟ اذا بدي اعمل ديريفيت، ديريفيت للكونستانت شو بتسوي؟ بتساوي زيرو. زيرو. معناتها الفي اكس هي كونستانت، معناتها باي وقت اللي كان الفي اكس عندها دائما شو نفس الفالور، تمام؟ الفي اكس عندها نفس الفالور. طيب يا جماعه شو يعني الفي اكس عندها نفس الفالور؟ اذا بترجعوا لهيدي السلايد بتشوفوا شغله، انه نحن شو كان عم يصير عندنا؟ كل مره بنضرب بروجكتيل، نحن بنضرب البروجكتيل بشو؟ بفيتاس انيسيال في زيرو، صح ولا لا؟ هيدا اتي ايجال زيرو. شو بتساوي الفي اكس اتي ايجال زيرو؟ الفي اكس اتي ايجال زيرو، هلا عملت لها كالكول، كان عندي 3 متر بير سكوند وعندي 30 دجري، تمام؟ طلعت معكم 15 راديكال دو تروا او 26 متر بير سكوند. شو بتساوي الفي اكس الانيسيال؟ بتساوي الفيتاس انيسيال ضرب الكوسينوس تبع الانجل دو تير. اذا الالفا شو بسميها؟ بسميها انجل دو تير، الزاويه اللي انا ضربت فيها البروجكتيل. والفي زيرو شو بسميها؟ بسميها الفيتاس دو تير. اذا كيف بطلع انا الفي زيرو اكس؟ بضرب الفيتاس دو تير بالكوسينوس تبع شو؟ تبع الانجل دو تير. فاذا انا عم اعمل كالكول للفيتاس اكس انيسيال او للفيتاس اكس اللي هي عم تطلع معي كونستانت او كور دو تون، ما عم بتغير، تمام؟ شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي في اكس ايتيغال عين كونستانت بتساوي الفي اكس الاساسيه اللي هي بتساوي مثل ما شفنا بالبروبلم بالابلكيشن اللي عملناها الاكزرسيس نمبر 8، هي الفيتاس دو تير في زيرو ضرب الكوسينوس تبع شو؟ تبع الانجل دو تير. ماشي الحال؟ ماشي. هلا كيف بدي انا انتقل من الفي اكس للبوزيشن اكس نفسها؟ كمان مره ثانيه بدي اعمل بريميتيف. طار بريميتيف شو بيصير عندي بهالحاله هيدي؟ بيصير عندي شو البريميتيف للفيتاس؟ هي البوزيشن. طيب بس انا اي فيتاس عم بحكي عنها؟ انا اي كومبوزونت في اكس، اذا انا على اي اكس عم بشتغل؟ على الاكس دي اكس. اذا لما بعمل بريميتيف للفي اكس شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي اكس ايجال. يلا شو البريميتيف للكونستانت؟ هي كونستانت فوا كوا؟ فوا تي. اذا الكونستانت اصلا كونستانت فوا تي، بس مين هي هالكونستانت؟ ما تنسوا انه هي مين؟ هي الفي اكس. اذا بتطلع عندي الاكس هي الفي اكس اللي هي الكونستانت ضرب تي، ودائما دائما شو بنعمل؟ بلس كوا بلس كونستانت. لانه اذا بعمل ديريفي، اذا برجع ارجع بعمل ديريفي، تمام؟ الكونستانت شو الديريفي على زيرو راحت، شو الديريفي لكونستانت فوا تي؟ كونستانت فوا تي 15 راديكال مثلا بتطلع هي الكونستانت هي ذاتها. ولكن كمان شفنا قبل هلا نحن وياكم انه هيدي الكونستانت دائما شو بتطلع؟ بتطلع على الفالور انيسيال للكونتيتي اللي انا عم اعمل لها ديريفاسيون للاكسبرسيون تبعي اكس زيرو. يعني اذا بتطلع اكس زيرو كيف بتطلع؟ بكل بساطه حط بورتي ايجال على زيرو، بورتي ايجال على زيرو، شو بتصير عندك الايكويسيون؟ بتصير اكس زيرو ايجال في اكس في اكس فوا زيرو بتطلع زيرو، يعني بيطلع عندك اكس زيرو ايجال كونستانت، دونك لا كونستانت ايجال اكس زيرو. بتصير هيدا الفورم جنرال لشو؟ هيدا الفورم جنرال للايكواسيون دو كوا؟ دو لا دو ليك اكس دو لا بوزيسيون اكس اون فونكسيون دو كوا؟ اون فونكسيون دو تون. دونك هيدي هي الاكسبرسيون لمين؟ هيدي هي الاكسبرسيون للاكس. يا الهي راحت، لا ما بدي اياها. طيب هلا بالنسبه للايجريك للديمونسيون ايجريك، عندي ا ايجريك ايتيغال ان كونستانت، بعمل بريميتيف بيطلع عندي مين؟ الفيتاس. بس اي فيتاس فيهم؟ الايجريك الفي ايجريك كيف عم تتغير؟ طيب شو البريميتيف للكونستانت؟ كونستانت فوا تي، تمام؟ وبحط بلس كونستانت. ليه؟ تعال نعمل ديريفي لهيدي الصيغه اللي قدامي هون. هالصيغه اللي قدامي شو الديريفي للكونستانت؟ زيرو بتروح. شو الديريفي للموان ديس فوا تي؟ بتطلع موان ديس. اذا هيدي مظبوطه. مره ثانيه هيدي الكونستانت يلي هون انا بحاجه اني احدد شو هي. بور تي على زيرو بيروح هذا الترم، بعوض بدل تي زيرو بيروح هذا الترم. شو بيصير عندي؟ بيصير عندي في زيرو ايجريك، يعني الفي ايجريك الاساسيه باول الوقت هي الكونستانت. لكن صارت الفي ايجريك هي موان جي تي بلس كوا بلس في زيرو ايجريك. ولكن مره ثانيه كيف بطلع الفي زيرو ايجريك؟ الفي ايجريك الاساسيه تبع البروجكتيل، اذا بترجعوا لهيدي السلايد بتشوفوا انه هيدي الفيتاس دو تير في زيرو، تمام؟ عامله انجل الفا مع الاكس دي اكس. كيف طلعنا الكومبوزونت ايجريك تبعيتها؟ فينا نضرب الفيتاس دو تير الموديل تبعيتها بالسينوس تبع شو؟ تبع الانجل الفا. اذا هيدي الفي ايجريك الاساسيه باول الوقت اعطي ايجال زيرو. البروجكتيل ما راح يضل هون، بعد شوي راح يصير ببوزيشن ثاني عنده فيكتور فيتاس ثاني مختلف. اذا هيدي بس بتمثل الفيتاس انيسيال. اذا هيدي الكومبوزونت ايجريك تبع شو؟ تبع الفيكتور فيتاس دو بروجكتيل على لوريجين دو تان. فاذا بنرجع لهيدي السلايد بنشوف انه الفي زيرو ايجريك هي الفي زيرو هي الفيتاس دو تير ضرب السينس تبع الانجل دو كواد دو تير. هيدي الاكسبرسيون تبع مين؟ تبع الفي ايجريك. بار بريميتيف بدي اطلع معي البوزيسيون. انا ديريفي للفيتاس تعطيني الاكسلراسيون، بريميتيف للاكسلراسيون بتعطيني في ايجريك. طيب
طيب ديريفي للاي بتعطيني في اي، بريميتيف للفي اي بتعطيني مين اي. شو البريميتيف للجي تي؟ شو البريميتيف للتي؟ اصلا التي شو هي؟ هي تي 2 بس، ولكن لما نعمل ديريفي ما عم بين عندي 2 هون، مشان هيك في اندومي، اذا ما اندومي جي تي 2 كمان ناقشناها، بلس في 0 سينوس تيتا كمان في عندك هيدي كونستانت، لكن ضرب التي، هل كونستانت هي ضرب التي؟ بلس كونستانت. الكونستانت كمان مثل ما بنشوف انه اتي ايجال زيرو، هيدا بيصفر وهيدا بيصفر، بصير الكونستانت هي الايجراك زيرو، معناتها دونك بلس كوا بلس ايجراك زيرو. اذا هل ايكواسيون اورير دو اكس اون فونكسيون دو تي، وهل ايكواسيون اورير دو ايجراك اون فونكسيون دو كوا اون فونكسيون دو تي، هيدي الاكسبرسيون للفي اكس بتصير بكونستانت ما بتتغير مع الوقت لانه موفمون ريكتينج يونيفورم، لانه الاي اكس ايجال زيرو. وهيدي اللوا او الاكسبرسيون لمين؟ للفي ايجراك اون فونكسيون دو كوا اون فونكسيون دو تي. طيب يا جماعة أنا رح أوقف هون ورح أنتقل للريسيتاسيون اللي عنا إياها عن البلان انكليني مثل ما اتفقنا قبل هلأ.